السلام عليكم أبو نادير. وعليكم السلام عبيني. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين أخي، جبت الراشيتة؟ والله ما رحت لعند الحكيم. طيب إذا ما رحت لعند الحكيم وأنت ما بتعرف شو وجعك، أنا شو فيني ساعدك؟ حضرتك من الصالحية؟ لا والله، مالي من هون. أنت ليش عم تسأل؟ لا ما في شي فضول، بس أول مرة بشوف بنت بتشتغل بأزازي. يا سيدي، وهي شفت، تفضل، شو طلبك؟ رح كون صريح معك، أنا ما عم يجعني شي وما بدي دواء، بس حبيت على هي الشغلة وبدي أتعلمها. بدك تتعلم الصيدلة؟ عفواً منك، بس يعني هي المهنة غير أي مهنة تانية، يعني أنا هون لا عم بيع خضرة ولا سمانة، يعني الأزازي إلها شروط، بدك تكون متعلم ومعك شهادة. صح أنا ما تعلمت بالجامعات، بس عندي عقل بيوزن بلد. أنت بس قلي لي شلون بتركب الدواء؟ يا سيدي أهلا وسهلا فيك، وأنا بحترم رغبتك كتير، بس بصراحة يعني موضوع تركيب الدواء الكيميائي اللي عم تحكي عنه شغلة كتير صعبة، وأنا ما بظن إنك تقدر تتعلمها. حكيمي لو سمحتي، لو سمحتي شغليني عندك، وأنا من إيدك هي لإيدك هي، وأنا متأكد إني رح أتعلم بسرعة. يا أخي والله ما بعرف شو بدي أقلك، بس بصراحة يعني أنا مالي متعودة أقعد مع رجال لحالي. أنا راتب من حارة الباوردي، والمختار بذات نفسه بعتني لعندك. تشرفنا أخي راتب، فيك وبالمختار. خلاص حكيمة وافقي، قولي إيه، وأنا بشوف حالي، إذا ما كنت قد المسؤولية بتركه وبمشي. شو قلتي أنسى ليلى؟ وبتعرف اسمي كمان؟ يا سيدي خلص، ما رح خجلك. بما أنك من طرف المختار مثل ما عم تقول، فأهلا وسهلا فيك، رح جربك، من بكرة فيك تجي. سلمون. سلام عليكم. سيدي أهل الحارة عم يدعوا أنه فادي غير موجود بحارتهم، ومنعوني من تفتيش الحارة. هذا الكلام ما بيصير، وهنن هيك عم يخالفوا الأوامر. سيدي المختار وعدوا أنه يسلمني فادي بأسرع وقت ممكن، وأنا أعطيته مهلة 3 أيام بس. كذب، كذابين. فادي موجود بالحارة وصار الوقت اللي لازم نمسكه. مفهوم سيدي، مفهوم. روح وما بترجع إلا هو معك. حاضر سيدي. كذابين. يا ابو منشار. راتب شو عم تساوي هون؟ والله يا ابو منشار انا زلمه غريب عن الحاره وبيت ما عندي هون، عم نام جوا. بس انت شو عم تعمل هون بالليل؟ قلي لي شوف مين في عندك؟ مين بده يكون عندي يعني؟ لحالي. انت على مين عم تدور؟ فادي عندك شيء؟ مين فادي؟ راتب لا تجذبها، اذا بتتستر عليه مشكله. لا عمي لا، انا ما بتستر على حدا. إذا شاكك بالموضوع فوت دور عليه جوا لحالك، فوت. إيه؟ شو عليه؟ بسيطة.